إذن هم المسؤولين عن تردي الأوضاع في تونس. الإخوان المسلمون فعلوا ما لم يفعله الاحتلال بتونس. عرف الناس بقى. طبعًا. قول للناس. هقول لك اللي حصل. اقتصاديًا نسبة البطالة في تونس تقدرها بعض المصادر ب 30%. النسبة الرسمية 18. إنما المصادر الحقيقية على الأرض 30%. عارف يعني إيه 30% بطالة؟ يعني تلت الشعب عاطل. تمام؟ عندك الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 9%. تمام؟ وهذه نسبة كبيرة جدا، يعني في 10 سنين المفروض ان احنا بنتقدم مش بنتأخر، هو تراجع لدرجة انه دين تونس اصبح بالارقام كده نقول انه 30 مليار يورو، وده يوازي الناتج المحلي الاجمالي اللي كان يوازي حوالي 32 مليار يورو قبل كده. طبعا جداً. طبعا الاغرب من كده ايه؟ كل الدول مديونه، انما خلينا اوضح لك نقطه، ان تونس اصبحت دوله عاجزه عن سداد القروض كمان. وما زاد الطين بله ازمه كورونا، العالم كله تعرض لكورونا. شوفي دول محترمه زينا تعاملت ازاي، وشوفي الوضع في تونس 20,000 بني ادم يموتوا في 9 شهور، يعني رقم مهول. وما زاد الطين بله ان الاخوان استغلوا تجاروا بمرض الناس، وتجاروا باوجاع الناس، وتجاروا بموت الناس، واستطاعوا ان يحصدوا ارباح طائله في تونس. طبعا طبعا دي في لذلك بقى، يعني التهديد الدائم باشعال الحرب الاهليه، يعني انا ساكت عليك وانت الدنيا بايظه عندي اقتصادية، كمان تهددني بحرب اهليه لو انا مشيت، بعد العنف بعد الارهاب، ومن يتحدث يقتل فورا. عاد التنظيم الخاص او الجهاز السري الخاص بالاخوان اللي تكون في اوائل ثمانينات القرن الماضي للعمل، واستطاع اغتيال قائدين محبوبين جدا ومن الناس التي تحظى باحترام بالغهم، شكري بن عيد ومحمد الابراهيمي، وهذا الذي اعلن فقط، ولكن هناك الكثير من الاغتيال السياسي. طب في سؤال بيطرح نفسه مهم جدا، يعني تتوقع انه الملف ده يتفتح؟ أكيد الملف ده أغلق في ظروف غامضة وهيحاسبه. هيحاسبه ليه؟ هقولك، لما حصلت التحقيقات، لما تم اغتيال الزعيمين الشعبيين بطريق الصدفة، عثرت الأجهزة الأمنية، واحد رايح يأجر محل في بيت هيعملوا مركز لتعليم قيادة السيارات، واحد يكتشف بعد ذلك أن هذا الشخص كان ضابط في القوات المسلحة وتم تجنيده لصالح الإخوان، وهذا الرجل هو الحقيبة أو الخزينة السوداء لتنظيم الإخوان. الست شكت فيه لأن تصرفاته مريبة جدا، فراحت بلغت. أما جاءت قوات الأمن فتحت المكان، لقت وثائق كل عمليات الجهاز التنظيم الخاص او الجهاز السري اللي كان بيشرف عليه الغنوشي نفسه. يعني شوفي، كان حسن البنا هنا ما بيشرفش على الجهاز السري، هناك كان